السلام عليكم، صباح الخير عليكم جميعا. إن شاء الله بإذن الله نبتدي نكمل الكورس بتاعنا منهجية السيكس سيجما. وقفنا امبارح عند الكوز اند افكت دياجرام او الفيش بون دياجرام او مخطط إيشيكاوا حسب المسمى بتاعه، كلهم بيؤدوا نفس غرض المسمى. وخلصنا وخدنا أمثلة وخدنا كيس استادي وخدنا تمرين وطلبت من كل واحد فيكم اللي هو يبتدي يعمل الفيش بون دياجرام من خلال وظيفته أو عمله، اللي هو بيبتدي يشوف مشكلة وبيبتدي يشوف الأسباب الجذرية بتاعتها ويحللها من خلال الست عوامل اللي احنا قلناهم. وديت امبارح أمثلة على الجروب واحد وجروب اتنين للفيش بوند جرام، حوالي 5 6 أمثلة، وكلهم بيأدوا نفس الغرض اللي احنا شرحناه امبارح. إن شاء الله بإذن الله هنكمل النهاردة باقي أساليب التحليل. احنا كده خلصنا الاسلوب بتاع الفيش بون دياجرام وخلصنا الاسلوب بتاع العزف الذهني البرين ستورمينج. النهارده ان شاء الله هنبتدي في 4 اساليب وهنختم بيهم التحليل. زي ما قلت لكم ان الانالايز من اكبر الشباتر اللي موجوده في الدماغ، وهو يعتبر في شغل وتطبيقات كتيرة وخدنا في حاجات كتيرة وخدنا البروسيس كيبابيلتي ودرسناها وقلنا حالاتها التلاتة. إن شاء الله بإذن الله نبتدي النهاردة في حاجة جديدة عشان نخلص الأنالايز بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنبتدي دلوقتي في الاسلوب الثالث اللي هو الفايف وايز، الخمسه اسباب. والخمسه اسباب الفايف واي بيعتبر هو اسلوب، للناس اللي عايزه تكتب، هو اسلوب متكرر بيستخدم لاكتشاف العلاقه بين السبب والنتيجه. يبقى الفايف واي هو اسلوب متكرر يستخدم لاكتشاف العلاقة بين السبب والنتيجة الكامنة وراء مشكلة معينة. وده اللي انا كاتبه هنا اهو في الباور بوينت. بنقول ان الفايف واي اسلوب متكرر بيستخدم لاكتشاف العلاقة بين السبب والنتيجة الكامنة وراء مشكلة معينة. طيب اكيد في هدف من الاسلوب بيهدف الى منع حدوث المشكله مره اخرى. يعني احنا الاسلوب بتاع الفايف واي، وهنعرف دلوقتي وهناخد كيس استادي عليه حالا، الفايف واي هدفه الاساسي هو منع حدوث المشكله اللي احنا حللناها مره اخرى. تمام، يبقى بيهدف الى ايه؟ منع حدوث المشكله مره اخرى. يبقى عندي الفايف واي يعتبر اسلوب متكرر بيستخدم لاكتشاف العلاقه بين السبب والنتيجه الكامنه وراء مشكله معينه، وبيهدف الى منع حدوث المشكله مره اخرى. طيب ايه الشكل بتاعه او الفورمة بتاعته؟ زي ما انا حاططها كده هنا في الصورة ديت، ان الفايف واي بتسأل واي 5 مرات للمشكلة. يعني انا بقعد اسأل للمشكلة اللي انا بحللها 5 مرات واي، وفي الاخر بجيب الروت كوز بتاعي او السبب الجذري للمشكلة. وهنعرف الكلام ده دلوقتي من الكيس ستادي. أنا متهيألي كل الناس دلوقتي معايا أونلاين، تمام؟ عشان أنا هبتدي كيس ستادي للفايف وول.
اعيد تاني بالنسبه للناس اللي داخله اونلاين حالا، هنقول الفايف واي اسلوب متكرر بيستخدم لاكتشاف العلاقه بين السبب والنتيجه الكامنه وراء مشكله معينه، وبيهدف الى منع حدوث المشكله مره اخرى. بسال للمشكله اللي عندي 5 مرات واي، وهنعرف من الكيس ستادي دلوقتي المشكله لماذا حصلت، بجاوب جنب الواي حصلت ليه، وبعد كده بسال على الاجابه بواي تاني، وهكذا بسال على الاجابه بواي تاني لغايه في المرحله الخامسه بجيب الروت كوز بتاعي للمشكله اللي انا بحللها بالاسلوب الفايف واي. طيب تمام كده، هناخد كيس ستادي حالا وهتفهموا انا قصدي ايه من موضوع او اسلوب الفايف وول. عندي مشكله القياده السريعه الفاست درايفنج. طيب واحد بيسوق بسرعه، فانا بسال، طبعا السواقه بسرعه خطره، فانا بسال ليه هو سايق بسرعه او بيقود بسرعه، فبجاوب عليه بواي ليت فور ورك، هو بيقود بسرعه عشان متاخر عن العمل. طيب الاجابه بتاعتي من اول سؤال هو بيسوق بسرعه فاست درايفنج ليت فور ورك، متاخر عن ايه؟ عمله. فانا بسال تاني بقول واي ليت فور ورك، بجاوب بقول ووك اب ليت، هو صحي متاخر. يعني ايه هو صحي او استيقظ متاخرا؟ طب انا بجاوب بسال للاجابه دي بواي، لماذا هو صحي متاخر؟ الارم كلوك بروك، يعني هو يعني ما ظبطش المنبه بتاعه. طيب لا ما ينفعش يزيد العدد عن 5، الاسلوب بتاعي اسمه 5 واي. استاذ محمد بيسال هو ممكن اللي انا ازود العدد عن 5؟ لا طبعا مش هينفع، لان هو الاسلوب بتاعي اسمه 5 واي. تمام يا استاذ محمد. طيب هو ما ظبطش المنبه عشان كده صحي متاخر، فانا هسال تاني ب 5 واي، هقول لماذا هو يعني المنبه بتاعه عطل، هنقول didn't check if it worked، يعني هو ما شيكش عليه، ما بصش على المنبه. طب سالت سؤال تاني الخامس والاخير عشان اجيب الروت كوز بقى، الروت كوز اللي هي الاجابه الاخيره، لماذا why didn't check if it worked، هنقول forget to do it last night، يعني هو نسي يظبط الموبايل المنبه بتاعه ليله امس. يبقى اسلوب الفايف واي اسلوب سهل وبنستخدمه للروت كوز، لتحليل الروت كوز بتاعتي. طيب دلوقتي هعيد تاني الكيس ستادي عشان الناس اللي لسه داخله اونلاين معايا. هنقول انا بحلل اسلوب الفايف واي عن طريق بسأل 5 أسئلة وبجاوب عليهم بالنسبة للمشكلة بتاعتي. المشكلة اللي موجودة عندي أنا بحللها عن طريق 5 أسئلة. طيب المشكلة عندي هنا الفاست درايفنج، بسأل سؤال واي، هو ليه بيقود بسرعة؟ هنقول ليت في وورد، ليت فور وورد، هو متأخر عن العمل. طب واي ووك اب ليت، صحي متأخر. واي الارم كلوك بروك، يعني المنبه عطلان. واي didn't check if it worked، يعني هو ما شيكش عليه اللي هو شايفه بيشتغل ولا لا. واي forgot to do it last night، يعني هو نسي
يفعل المنبه قبل ما ينام او بالليل كده. متهيألي كل الناس فاهمه الفايف واي. قبل ما ننقل على حاجه جديده النهارده هشرح حاجات كتير. النهارده انا قلت لكم الصبح بعت فويس اللي انا عايزكم تجهزوا لي البرنامج المينيتاب والاكسل. عندي النهارده ثلاث تطبيقات مهمه جدا هتتطبق ان شاء الله باذن الله على برنامج المينيتاب. فكل الناس النهارده اللي حاضرين معايا يبتدوا يجهزوا برنامج المينيتاب وينزلوه على الديسك توب، عشان هنشرح النهارده ثلاث تطبيقات مهمه جدا انا واحد من الناس بطبقهم في شغلي. هنشرح النهارده الهيستوجرام، وهنشرح النهارده التايم سيريس السلاسل الزمنيه، وهنشرح النهارده السكاتر دياجرام المضلع المبعثر. فالثلاث التطبيقات دول مهمين جدا جدا جدا، وانا واحد من الناس بطبقهم في عملي. فان شاء الله الناس النهارده تركز معايا عشان ثلاث تطبيقات. الانستجرام طبعا فيه شغل هبتدي اشتغل فيه، بستخدم فيه الاكسل وبستخدم فيه المينيتاب. يعني الهيستوجرام هستخدم فيه الاثنين برنامج، برنامج الاكسل عشان المعادلات، وهستخدم المينيتاب عشان اطلع وارسم الشكل بتاعي النهائي بتاع الهيستوجرام. التايم سيريس اللي هو السلاسل الزمنيه والسلسله الزمنيه بستخدم فيها الاكسل والمينيتاب، والسكاتر دايجرام بستخدم برضو الاكسل والمينيتاب. فكل الناس النهارده ان شاء الله تركز معايا في الثلاث تطبيقات دول، لان الثلاث تطبيقات دول يعني مهمين جدا في الشغل ومهمين جدا في مجال التطبيق، وانا واحد من الناس بطبقهم في شغلي لانهم ليهم فايده كبيره جدا من خلال العمل. هنبتدي خلاص كده، خدنا كيس ستادي على الفايف واي وهو اسلوب سهل بيتطبق وفهمنا بيستخدم ازاي. نبتدي بقى نخش على مضلع التكرار الهيستوجرام، وكل الناس تبتدي تركز معايا عشان الهيستوجرام في شغل. يعني الهيستوجرام مش سهل، في شغل معادلات وفي شغل على الميني تاب. فكل الناس تركز معايا وتكتب معايا الخطوات، لان الخطوات انا مش كاتبها في الباوربوينت، الخطوات في دماغي، الخطوات في دماغي. فكل الناس تكتب معايا الخطوات، عشان الخطوات دي ممكن تتنسي في الهيستوجرام. طيب ندي تعريف للهيستوجرام. هنقول ان الهيستوجرام هو احد الرسومات البيانية التي تعطي معلومات غزيرة. يبقى هو رسمة بيانية بتعطي معلومات كتير في شكل بسيط يسهل تقديمه وتحليل البيانات وعرضها بصورة سلسة وسهلة وعملية. هقول تاني تعريف مضلع التكرار اللي هو الهيستوجرام. هو أحد الرسومات البيانية التي تعطي معلومات غزيرة في شكل بسيط يسهل تقديم وتحليل البيانات وعرضها بصورة سلسة وسهلة وعملية. طيب ده اللي انا كاتبه في الباوربوينت. هو احد الاسباب، هو احد الرسومات البيانيه التي تعطي معلومات غزيره
في شكل بسيط يسهل تقديم وتحليل البيانات وعرضها بصورة سلسة وسهلة وعملية. وادي شكله، ادي شكل الهيستوجرام. طبعا دي صورة اللي انا حاططها، دي صورة بس عشان الناس تتخيل شكله. هناخد دلوقتي كيس ستادي انا حاططها في شيت اكسل، هشرحها وهكتب خطواتها على الاكسل وعلى المينيتال كده. اي سؤال قبل ما اخش على الكيس ستادي بتاع الهيستوجرام؟ واحد كاتب ايه الميني تاب. صباح الخير عليكي. الميني تاب ان شاء الله هنستخدمه دلوقتي حالا. يعني حضرتك لو معاكي الميني تاب، برنامج الميني تاب على اللاب، جهزيه دلوقتي حالا عشان هنبتدي نستخدمه. هنستخدم الميني تاب في الهيستوجرام. الهيستوجرام عيد تاني بالنسبة للناس اللي داخلة اونلاين. احنا خدنا الفايف واي، بسأل خمس اسئلة على المشكلة لغاية لما اجيب في النهاية الروت كورس، وقدام كل سؤال بجاوبه وبسأل على الاجابة تاني بسؤال واي، وبسأل على الاجابة بسؤال واي لغاية لما في النقطة الخامسة، السؤال الخامس واي، بيحصل الروت كورس بتاع سبب المشكلة الجذر. بالنسبة ده الاسلوب الفايف واي. طيب بالنسبة لمضلع التكرار، قلنا تعريفه هو أحد الرسومات البيانية التي تعطي معلومات غزيرة بشكل بسيط يسهل تقديم وتحليل البيانات وعرضها بصورة سهلة سلسة وسهلة وعملية. وده إيه شكل. طب حضرتك لو هو منزلش حاولي تنزليه. يعني انا قلت يعني ان المينيتاب يعتبر برنامج احصائي يعني احدث من الاكسل، بيغطي كل الاحصائيات والمعادلات والاشكال البيانيه اللي هي موجوده، فبرنامج مهم جدا في المنهجيه. فحضرتك لو ما نزلش حضرتك حاولي تنزليه النهارده عشان المينيتاب مهم جدا. لو انت مش عارفة تنزليه ممكن تروحي السنتر او مكان كمبيوتر هينزله. انا منزل السورس وكل الناس نزلته، هو كل الناس نزلته وكل الناس شغالة بيه معايا حاليا، اشتغلنا بيه في تمارين كتير. فحضرتك يعني حاولي تنزلي النهاردة الميني تاب. شو انا منزل السورس على الجروب، ويا ريت اللي معاه السورس يشيره ويبعته على الجروب. ولو ما فتحش معاكي حاولي بقى اللي انت تنزليه، يعني هتروحي اي سنتر معلش تاخدي اللابتوب وتروحي اي سنتر ينزل لك، اكيد في مشكله عندك في الكمبيوتر لان هو التسطيب بتاعه سهل جدا. وحاولي تنزليه من على الكمبيوتر على طول. يعني نرجع لمرجوعنا تاني، قلنا ان مضلع التكرار الهيستوجرام هو احد الرسومات البيانية اللي بتعطي معلومات غزيرة في شكل بسيط بيسهل تقديم وتحليل البيانات. انا واحد من الناس بستخدمه في شغلي ويعتبر مهم جدا للحاجات اللي فيها تكرار. الفريكوانسي دالة بتاعت الفريكوانسي مهم جدا استخدامه. طيب انا ابتدي بقى اخش على الاكسل. انا في عامل شيت اكسل، شيت الاكسل اللي باين كده قدام حضراتكم. تمام شيت الاكسل اللي كده باين. تمام يدي كل الناس تركز معايا في المثال اللي انا حاطه على شيت الاكسل. أول حاجة الهيستوجرام، بجيب المعادلة الأول بتاعة الفريكوانسي، وبعد ما بجيب المعادلة
بظبط النتائج بتاعتها وباخد الداتا احطها على الميني تاب عشان ارسم الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هو ده الهيستوجرام الشكل ده. طب هنرسم الشكل ده ازاي؟ هنشوف دلوقتي الخطوات. اول حاجة انا عندي هنا جدول بيتكون من اتش اعمار وعدد الاعمار النمبر اوف ايدجز. عندي هنا مثلا واحد من عنده كم شخص عنده 8 سنين وكم شخص عنده 9، فمتقرر هنا ايه الاعمار بتاعت الناس وعدد الاعمار بتاعت الناس. فانا عايز ارسم التكرار دوت على رسمه بيانيه، فهعمل ايه؟ الفريكوانسي بتاعي ليه دالة اللي هي في الخانة الثالثة دي. أنا همسح كده الأرقام اللي أنا كاتبها عشان أبتدي أشرح لكم أنا قصدي إيه من الكلام ده. أنا كده مسحت الأرقام اللي تحت الكولم بتاع الفريكوانسي. معايا؟ كل الناس معايا؟ تمام. والداتا اللي انا حاططها عندي العمر وعدد الناس اللي عندها العمر ده، يعني انا عندي عمري 8 سنين، عدد الاشخاص اللي عندها 8 سنين وليكن 10 وهكذا 10 20 لغايه عمر 23، ودي عدد الناس اللي عندها السن ده. طيب هبتدي اجيب الداله بتاعت الفريكوانسي ازاي؟ هاجي اقف عند اول خانه هنا وهدوس على الفورمولز في فايل فوق انا واقف عليه دلوقتي هو بالماوس اسمه فورمولز. الفورمولز شايفينها حضراتكم؟ اهي خلاص؟ دوست على الفورمولز بتاعتي، وبعد ما بدوس على الفورمولز بتاعتي في اول ايقونه اسمها insert function شايفينها؟ اكتبوا بقى وراي. يبقى الحساب ده الفريكوانسي، بخش على الفايل اللي هو موجود فوق في الاكسل اللي اسمه فورمولز بتكتبوا، يا ريت كل الناس تكتب معايا الخطوات دي عشان الخطوات دي كتير. يبقى بخش على الفايل اللي فوق اللي اسمه فورمولز. الفورمولز بدخل عليه بيكتب لي شويه فايلات انا ماليش دعوه بيها، بختار insert function. دخل على insert function جاب لي صفحه بتاعت insert function شايفينها؟ تمام. بختار اول دالة عندي اللي هي الفريكوانسي، لو مش باينه بعمل في السيرش فريكوانسي هو بيجيبها لك جو، وتدوس جو هيجيبها لك. بختار الفريكوانسي اهي جاب لي الصفحه دي. كل الناس بقى تركز معايا، جاب لي صفحه بتاعت الفريكوانسي مكتوب فيها داتا اري. طيب الداتا اري دي هاخدها منين؟ هاجي اعلم على الكولم اللي فيه الايدج ده كده. ده كده الداتا اري. يبقى انا كده عملت سيلكت على الايدج، حطها لي هنا في الداتا اري. طيب في معلومة تانية الدالة محتاجة تعرفها اللي هي البنس اري. هاجي اعمل سيلكت على النمبر اوف ايدجز اهي. تمام.
يبقى انا كده عملت سيلكت على البنس الري. اعيد تاني، الناس كلها معايا؟ طيب يبقى انا كده عملت سيلكت بالنسبه للايقونه بتاع الداتا الري من الاتش العمر بتاع الاشخاص، وبعد كده دخلت على البنس الري، البنس الري، وعملت سيلكت على النمبر اوف ايدجز واخترتهم، تمام، واقوم دايس اوكي. جاب لي رقم 2، اقوم عامل جاي اقف على المربع الصغير اللي تحت المربع عشان يكرر كل البيانات. في مشكلة؟ بس كده انا جبت التكرار الدالة بتاعت الفريكوانسي للنمبر اوف ايدجز كلها. كده الناس معايا ولا عيد تاني؟ ممكن تتفاعلوا معايا في الشات، اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم. همسح الفريكوانسي واعيد الخطوات من جديد ولا تمام اكمل؟ طب تمام، مره كمان استاذ نبيل زهران. حاضر، همسح الارقام من جديد اللي انا كتبتها في داله الفريكوانسي. نعيد تاني خالص من اول هنا، هنبتدي عشان نحسب دالة الفريكوانسي. هنخش فايل اسمه فورمولز، الفورمولز دي اهي فورمولز، وبعد كده هنخش على الانسيرت فانكشن، هنختار الفريكوانسي باللي صفحه مكتوب عليها داتا اري، هعمل سيلكت على الداتا اري اهي اللي هي في الايدج. بعد كده هاجي اقف عن البنس اري، هعمل سيلكت على النمبر اوف ايدجز، بعد كده اختار اوكي. وده تاني المفروض اقف هنا عند الكولم في اول خانه، خلاص اعمل انسيرت فانكشن، اختار الفريكوانسي، تمام، اعمل سيلكت على الايدج، تمام، اقف عند البينس اري واعمل سيلكت على النمبر اوف ايدجز، تمام، واعمل اوكي، طلع لي 2، رقم 2، اقوم معلم لغايه الاخر طلعت الارقام اللي انتم حضراتكم شايفينها دي، تمام. الفريكوانسي اللي هي داله التكرار، ماشي، اللي بيسال ماشي، شكرا. طيب أنا دلوقتي خدت الدالة وعرفت التكرار بتاعي قد إيه، فأنا بقف على النمبر أوف إيدجز والفريكوانسي وأعمل كوبي. الناس بقى تبتدي تركز معايا عشان أشتغل على المينيتاب دلوقتي. كوبي، تمام؟ وأفتح صفحة المينيتاب وأعمل بيست سيلز. معايا كده الناس؟ انا دخلت كده دلوقتي على برنامج المينيتاب، دخلت على برنامج المينيتاب بعد ما خلصت وجبت داله الفريكوانسي على الاكسل وعرفنا بتيجي ازاي، خدت الداتا بتاعت النمبر اوف ايدجز والفريكوانسي وعملت لها كوبي وحطيتها في المينيتاب. بعد كده بدخل فوق على الجراف، شايفين الجراف اللي انا واقف عليه بالماوس ده؟ جراف، تمام، وبختار
هيستوجرام، وبختار سم وادوس اوكي. تمام؟ بيقول لي هنا ايه في نكتب هنا ايه في الجراف؟ هختار النمبر اوف ايجز، اقف كده على النمبر اوف ايجز واعمل لها ايه؟ سيلكت. تمام؟ واضحة؟ تمام. وادوس اوكي. ادي الهيستوجرام بتاعي. شايفين المنظر؟ ادي الهيستوجرام بتاعي، عدد الاعمار اهي من 10 ل 80، واتكررت كم مره الفريكوانسي؟ اعلى حاجه عندنا 6، اللي هو عند ال 30 اهو فوق في الستة. شايفين؟ في حد مش فاهم الهيستوجرام؟ مهم جدا جدا، انا واحد من الناس بستخدمه في شغلي. حسام عبد الله تاني هندسه، حاضر. ازاي تكرار عمر 80؟ 80 اهي، واحد بس اهو عنده 80 سنه، 80 شخص اهو متكررين، عنده 80 اهو، عنده رقم واحد. شايفها؟ اللي بيسال عند عمر 80، انت بتيجي كده بتمد كده عند الفريكوانسي، مش هو تحت في الجدول 80 قدام واحد اتكرر مره واحده؟ فهمت كده يا استاذ اسلام؟ استاذ اسلام فهمت انا قصدي ايه؟ اللي اتكرر اعمارهم 80 مره واحده. فهم؟ طيب. حسام عبد الله، استاذ حسام تاني هندسه، حاضر. هعيد تاني الهيستوجرام على الميني تاب. انا خدت الداتا هنا اللي انا جبتها بعد ما حسبت الداله على الاكسل، خدت النمبر اوف ايجز والفريكوانسي كوبي اهم، ماليش دعوه بالايدج، انا خدت النمبر اوف ايجز والفريكوانسي كوبي واحطهم على الميني تاب بيست سيل. تمام لغايه كده كويس. بقف فوق في الفايل اللي اسمه جراف، هيفتح لي اشكال بيانيه كتير ورسومات كتير انا ماليش دعوه بيها، هختار حاجه اسمها هيستوجرام، وبعد ما اختار الهيستوجرام اختار السيمبل. تمام؟ واقف على نمبر اوف ايدجز واقول سيلكت وادوس اوكي. اهو جاب لي الهيستوجرام وجاب لي الفريكوانسي. ادي في الاكس هنا عندي هون نمبر اوف ايدجز، وفي الواي الفريكوانسي الداتا اللي انا دخلتها. كده كل الناس فاهمه؟ فهمت كده يا استاذ حسام؟ استاذ حسام عبد الله، استاذ حسام عبد الله معايا كان بيسال. تمام. في حد عنده سؤال في الهيستوجرام؟ اي حد عنده سؤال في الهيستوجرام، مضلع الهيستوجرام، انا ممكن اعيده تاني مفيش مشكله عندي، اعيده على الاكسل. هو السؤال في الجدول انهي جدول؟ في الاكسل. استاذ شريف اسر قصدي حضرتك في الاكسل؟ اعيد الاكسل. حاضر 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 يا استاذ شريف. طيب استاذ شريف انا همسح تاني، انا محتاج اعرف تكرار عدد الاعمار بتاعت الناس قد ايه، فبضطر ان انا احسب الداله بتاعت الفريكوانسي، فبعمل كولم واكتب عليه الفريكوانسي اللي هو التكرار، وباجي اقف عند اول عمود فاضي. تمام؟
وبخش على الفايل اللي هو فورمات، وبخش على insert function، وبختار من insert function الدالة اللي انا عايز احسبها اللي هي الفريكوانسي تكرار، وبدوس اوكي بيجيب لي الصفحه بتاعت الداتا ري. طب الداتا ري هاخد الايدج اللي هي الاعمار اللي هم الثمانية والتسعة والحداشر والاثناشر والثمنتاشر والتسعتاشر والاثنين وعشرين والثلاثة وعشرين، اعمل لها سيلكت. هو حطها لي هنا في السيلكت من دي ثلاثة لدي عشرة. وبعد كده بخش على الجنس الري، بختار النمبر اوف ايدجز، تمام؟ خدها من اي 3 لاي 10، تمام؟ وادوس اوكي، كتب لي رقم 2، فبعمل له بنزله لغايه الاخر كده من الايقونه اللي هي المربعه السوداء اللي تحت دي، فهو قرر لي لغايه الاخر. باخد الداتا النمبر اوف ايدجز والفريكوانسي اخدهم كوبي كده وبحطهم في المينيتاب. كده بيست سيلز، تمام؟ حط لي في البيست سيلز النمبر اوف ايدجز والفريكوانسي، ادوس فوق جراف واختار الهيستوجرام، اختار الرمز اللي هو السمبل، اوكي. بعد كده هو بيحدد لك تختار النمبر اوف ايدجز سي 1، اخترته اهو وادوس اوكي، عمل لي الهيستوجرام بتاعي بالنسبه للنمبر اوف ايدجز والفريكوانسي. كده فاهم يا استاذ شريف؟ استاذ شريف ايوه، الفريكوانسي اللي هو التكرار، دالة التكرار لعدد الاعمار دي، دالة التكرار لعدد الاعمار. لا الاكسل، الاكسل لا هيبقى فيه من خيال اللي عند الناس كلها الداله بتاعت الفريكوانسي هتلاقيها من 2010 وانت طالع ان شاء الله. لا لازم الاول تحسبها على الاكسل استاذ ايهاب، لازم تحسب الفريكوانسي على الاكسل، ماشي؟ من الفورمولز لازم تحسب الفريكوانسي. هي الهيستوجرام معلش هو خطواته خطوتين، بتحسب الدالة وتشوفها من الفورمولز وبعد كده بتدخلها على المينيتاب. فمعلش يعني هو يعني صعب شوية لأن بستخدم الإكسل عشان الفانكشن وبستخدم المينيتاب. ليه بستخدم المينيتاب؟ عشان أقدر أرسم الشكل ده. الشكل ده ما بيترسمش على الإكسل، الشكل ده ما بيترسمش على الإكسل، ولو اترسم على الإكسل اللي بيديني إيرو، لازم يترسم على الميني تاب. تمام يا استاذ ايهاب؟ تمام. طيب اخش بقى على حاجه جديده، تمام؟ اخش بقى على حاجه جديده معايا في التطبيقات اللي هي الناس بقى تركز معايا في التطبيق اللي جاي، التطبيق اللي جاي. السلسلة الزمنية، السلسلة الزمنية التايم سيريز. ما انا قلت الطريقة يا استاذ شريف، ما هي دي معادلات. لا انت قصدك يعني نكتب، لا الاكسل بقى هو احنا هنقعد نعمل سيلكت ومعادلات وبتاع؟ لا لازم ما تقلقش، هتلاقي عندك في 2000. انت عندك الاوفيس بتاعك كام استاذ شريف؟ الاوفيس بتاع الاكسل عندك كام؟ لو 2010 هيجيب لك الداله دي،
هيجيب لك، ما تقلقش الدالة وحساباتها. يعني بعد المحاضرة جرب كده هتلاقي عندك الفريكوانسي في 2010 إن شاء الله. ماشي؟ نبتدي بقى في التطبيق. احنا كده خلصنا الهيستوجرام اللي هو مضلع، بيسموه مضلع التكرار. الهيستوجرام مضلع التكرار، عشان كده قلنا ايه؟ استخدمنا دالة الفريكوانسي اللي هي بتاعت التكرار. هنخش بقى على السلسلة الزمنية اللي هي التايم سيريز. نكتب مع بعض التعريف بتاعها. هي مجموعة القياسات المسجلة لمتغير واحد أو أقصر مرتبة حسب زمن وقوعها. تاني السلسلة الزمنية التايم سيريز هي مجموعة القياسات المسجلة لمتغير واحد أو أقصر مرتبة حسب وقوعه. أهي هي مجموعة القياسات المسجلة لمتغير واحد أو أقصر مرتبة حسب زمن وقوعها، وهو ده اللي أنا كاتبه عندي في الباور بوينت. طب شكل التطبيق هيبقى شكله إيه؟ أهو أهو ده شكل التطبيق. هنا هيبقى يوم أو تواريخ زمن يعني تايم، وهنا الفاليو اللي أنا بقيسها. أنا بقيس في اليوم العينة دي، طلع قياس اليوم في العينة دي رقم، اليوم اللي بعديها أو الشهر اللي بعديها أيا كان الوقت، دي شهر سنة، بقعد أقيس العينة عندي وبشوف العينة دي النهاردة بقت كام، تاني بكرة بقت كام، بعده بقت كام، أقعد أقيس فيها حسب التايم بتاعي، سواء التايم بتاعي يوم شهر سنة ساعة أيا كان الزمن اللي هي بتتقاس فيه العينة. عشان كده أنا قلت في تعريف السلسلة الزمنية هي مجموعة القياسات المسجلة لمتغير واحد أو أقصر مرتبة حسب الزمن، حسب زمن إيه؟ وقوعها. ايه يا رئيس بقى النهارده؟ رئيس بكره؟ رئيس كل ساعه؟ رئيس كل شهر؟ رئيس كل سنه؟ حسب الزمن وقوع. طيب انا بطبق ازاي السلسله ديت في الاكسل والمينيتاب؟ هشرحها بالطريقتين. كل الناس بقى تركز معايا في التايم سيريس. انا عندي جدول اهو اللي حضراتكم شايفينه، جدول داتا انا بقيسه، او التيم ورك بتاع اللي في المعمل بيقيسه، او التيم ورك اللي بيجيب لي الداتا من على السيستم، او التيم ورك اللي بيجيب لي الداتا من خلال الموظفين او من خلالي انا، بنزل وبجيب الداتا اللي انا محتاجها عن طريق السيستم، عن طريق خدمه العملاء، ايا كانت الداتا اللي متقاسه، فانا عندي اهو اليوم كذا مثلا، القياسات اللي انا قستها ومجموعه من القياسات. بظبط ده ازاي على الاكسل؟ انا شارح هنا على الاكسل وهشرحها على الميتاب. باخد الداتا دي بعمل لها insert، وبقف على charts، charts اللي هي هنا دي،
شايفين الشارتس اللي هي فيها في النص اهي، وبختار الشكل ده اهو، ده بيجيبها لي على الاكسل على طول. ايه عدد الايام، وادي ايه السلسله الزمنيه عامله زي السلسله ايه، قست في اليوم الفلاني كذا، طلعت كذا، طلعت كذا، طلعت كذا. طيب اللي الاكسل بتاعه مش حديث او متهيألي دي ممكن تلاقيها في 2010، ما لقيتهاش في 2010 هشرحها على المينيتاب. خلاص كده كل الناس فاهمه انا بجيبها ازاي على الاكسل. تفاعلوا معايا كده على الشات، ما شاء الله النهارده العدد كبير فانا مش هقدر اشغل الميكروفون. اللي مش عارف حاجه او عايزني اعيدها يقولوا اعيدها يا هندسه، انا تلاقي بعيد على طول، بعيد الحاجه على طول. حتى لو واحد تاني يا هندسه استاذ اشرف، حاضر من عينيا يا استاذ اشرف، بتاخد الداتا اللي انت استاه يا استاذ اشرف ماشي، وتعمل لها انسيرت، كلمه انسيرت فوق ايه بعد لو، وضاف عن الفايل اللي فيه شارتس، تيجي تقف هنا عن اللاين، شايف اللاين، وتختار اول حاجه في اللاين، خد بالك مثلا بقى ايه لون ايه، شوف رسم اهي القياسات اهي كلها بالنسبه للايام. تمام كده يا استاذ اشرف؟ سهله استاذ اشرف فتحي، تمام ولا عيدها؟ عرفت التايم سيريس بتتجاب ازاي على الاكسل؟ طب تمام. طيب بجيبها ازاي بقى على المينيتاب؟ باخد الداتا من الاكسل كوبي، وافتح صفحه المينيتاب، اقفل بس الهيستوجرام، واعمل بيست سيلز اهي. انا جبت الداتا اهي حطيتها على المينيتاب، واقف فوق على الجراف كالعاده واشوف كلمه تايم سيريس اهي، شايفين التايم سيريس اهي، تمام، وبختار السامبل اوكي، تمام، وبدوس الميجر اهي، شايفينها سهله قوي على المينيتاب. تمام، حد مش فاهم انا جبتها على المينيتاب ازاي؟ حد مش فاهم انا جبتها على المينيتاب ازاي؟ اللي مش فاهم يكتب لي مش فاهم يا هندسه، او عيدها يا هندسه، عيدها تاني، ده ما بتاخدش دقيقة. تمام؟ انقل على كده التايم سيريس خلص، تخيلوا؟ بس مهم كل مراقبين الجودة واللي شغالين في مجال الورش والإنتاج واللي شغالين في مجال الإدارة بيستخدموا الهيستوجرام والتايم سيريس والسكاتر دايجرام. تمام؟ انقل على الحاجة التانية ولا عيد تاني بالنسبة للميني تاب؟ تمام. تاني أستاذ شريف آسر تاني؟ حاضر. أعيدها تاني، أعيدها تاني. أقفل دي. تمام. أنا خدت الداتا اللي أنا قستها جدول القياسات المجمع، فاكرينه؟ اللي إحنا ده مطلوب منكم في الفاينل بروجكت، تعمل جدول زي ده قياسات وبعد كده عشان تستخدمه فين في البروسيس كيبابيلت، باخده كوبي. تمام، ونحطه فين في المينيتاب بيست سيلز، واقف عند الجراف واختار اهي، انا واقف عليها بالماوس اهي، تايم سيريس السلسله الزمنيه، وبختار سيمبل اوكي ماشي، وفي السيريس بختار الميجر ماشي،
وادوس اوكي، طلع لي ايه التايم سيريز بتاعي للمشي اهي، ادي السلسله الزمنيه. تمام يا استاذ شريف؟ تمام كده كل الناس فهمت. بحسب السلسله الزمنيه على الاكسل وعلى الميني تاب، قصدي اسف، بطبق السلسله الزمنيه على الاكسل وعلى الميني تاب ازاي. طيب نخش بقى على حاجه جديده الا وهي المخطط المبعثر. المخطط المبعثر انا بعت النهارده لحضراتكم الصبح تمرين، مطلوب من حضراتكم ان انتم تحلوا التمرين في خلال الاسبوع اللي احنا فيه دوت. كل سنه وحضراتكم طيبين، النهارده اول يوم في السنه الجديده، ربنا يعود علينا بالخير ان شاء الله جميعا. عايز من النهارده لغايه يوم الجمعه الجايه الناس تطبق الفيش بون ماشي، و التمرين اللي انا حطيته في المخطط المبعثر، وتبعته على الجروب عشان ابص عليه واراجعه، لان زي ما حضراتكم عارفين ان التمارين عليها 20 درجه، وانا ببص على كل اجابه وبراجعها، والاجابه اللي بيبقى فيها كومنت بكتب الكومنت عشان صاحب الاجابه يعرف ويعيدها ويبعتها لي تاني. ان ما بعتهاش تاني هو حر، هو بقى خلاص هو حر. انا ماليش دعوه. طيب نكتب مع بعض تعريف المخطط المبعثر اللي انا كاتبه دوت. هو اداه لتحليل العلاقه بين متغيرين بطريقه بيانيه، يمكن من خلالها البحث عن علاقه محتمله او متوقعه بين المتغيرين. تمام؟ اللي بيسأل عن الجدول استاذ ياسر، الجدول بتاع السلسله الزمنيه باختصار شديد تاريخ وحاجه متقاسه. فهمت يا استاذ ياسر؟ برسم التاريخ والحاجه اللي متقاسه الزمن مع الحاجه اللي انا قستها من خلال الزمن وبحطها في رسم بياني. تمام كده يا استاذ ياسر؟ استاذ ياسر تمام. ده باختصار السلسله الزمنيه تاريخ زمن وحاجه متقاسه من خلال الزمن، ايا كانت القياس ده ايه، من خلال تولز، من خلال بيان بجيبه من على السيستم، من خلال خدمه عملاء، من ايا كانت المعلومه اللي متقاسه، من خلال الكاستمر سيرفي، من خلال المعلومات اللي انا بجيبها من خلال الموظفين المكان، بحط الداتا اللي انا قستها من خلال الزمن وبعمل لها رسم بياني. بس عشان كده قلت تعريف السلسله الزمنيه هو مجموعه القياسات المسجله لمتغير واحد او اكثر مرتبه حسب ايه؟ مرتبه حسب ايه؟ زمن وقوعها. يبقى انا بقيس عندي متغيرين زمن وشيء متقاس، الشيء اللي متقاس، الشيء اللي متقاس ممكن يبقى خدمه، ممكن يبقى منتج. تمام كده يا استاذ ياسر؟ تاني كده انت فهمت. تمام؟ تمام، الله ينور. طيب نرجع تاني للمخطط المبعثر، المخطط المبعثر في شغل، ويا ريت كل الناس بقى تركز معايا عشان مهم مهم وبيتطبق في عديد من المجالات، بيتطبق في عديد من المجالات. السكاتر دايجرام هو اداه لتحليل العلاقه اللي هي الكوليريشن بين متغيرين بطريقه بيانيه، يمكن من خلالها البحث عن علاقه محتمله او متوقعه بين متغيرين. ايه اللي انت بتقوله ده يا هندسه؟ مش هتفهمه الا لما اخش على شيت الاكسل.
نفتح شيت الاكسل ليتس جو. انا قلت في التعريف ايه اللي الناس بتحب تكتب معايا، اللي بيكتب معايا مش هيخسر، اللي بيكتب معايا الحاجات دي مش هيخسر. الحاجات دي هتلاقوها في المراجع بالانجليزي، ده انا مترجمها يعني عشان تفهموها. الترجمه دي واخده مني وقت. مخطط المبعثر السكاتر دياجرام هو اداه لتحليل العلاقه بين متغيرين. ادي المتغيرين اهم اكس وواي. المخطط المبعثر ما بيترسمش في الاكسل، لازم يترسم على المينيتاب. ليه؟ لو اترسم في الاكسل مش هيجيب لك الخط اللي انت شايفه ده. هنعرف دلوقتي ازاي. هيجيب لك مجموعه من النقط بس، انما عشان يحدد الخط ده مش هيعرف الاكسل يحدد الخط ده. فهنا بقى الميني تاب بيغطي. الميني تاب بيغطي. ميني تاب برنامج حديث جدا، احدث من الاكسل. بيرسم اي علاقه او اي داله او اي رسم بياني من خلال الداتا اللي انت بتدخلها. تمام؟ فارجو اللي ما نزلش برنامج الميني تاب يحاول مشكور ينزله. ان ما عرفش يروح لاقرب سنتر او مكان كمبيوتر على اساس يسطب له برنامج الميني تاب. السورس معاكم، اللي منزله على السورس اللي على الموبايل يحاول ينزله على الكمبيوتر ويسطبه. ما هو ما فيش حد هيرسم ميني تاب على الموبايل او تابلت. الميني تاب لازم كمبيوتر او لاب. ما فيش حد هيقدر يشتغل على الميني تاب على الموبايل او التابلت، لازم اللاب او الكمبيوتر. من الاخر فبيتسطب على الكمبيوتر، انما ما بيتسطبش طبعا على الموبايل. تمام؟ طيب نقول تاني تعريف المخطط المبعثر، وانا بشرح التطبيق. السكاتر دياجرام تعريفه هو أداة لتحليل العلاقة بين متغيرين بطريقة بيانية يمكن من خلالها البحث عن علاقة محتملة أو متوقعة بين متغيرين. تمام؟ المتغيرين اللي عندي هنا ايه في الاكزامبل اللي انا حاطه هنا في الاكسل؟ اكس وواي. طيب بحسب ازاي السكاتر او برسم ازاي السكاتر دياجرام؟ سهل جدا على الميني تاب. باخد الداتا دي كوبي اهي، حطها كوبي، وباجي على برنامج الميني تاب، امسح بقى التايم سيريز. وباجي بعمل بيست سيلز. كل الناس بقى تركز معايا، وادوس على الفايل اللي اسمه جراف. اول واحده اهي السكاتر، شايفينها؟ اول فايل بختاره، واجي اختار الثالثه اللي هي فيها خط، وهقول لكم الخط ده مهم ليه، وادوس اوكي بيجيب لي الصفحه دي. باجي عند الواي واختار الواي. صح بس عشان ده اهي الواي سيلكت. الواي سيلكت، واجي اقف عند الاكس واختار الاكس سيلكت. فيها صعبه دي؟ صعبه؟ اعيد حضراتكم معايا؟ أعيد ولا أكمل؟ أكمل؟ طيب وأقوم دايس أوكي. جاب لي الشكل ده. الشكل ده ليه تحليل. الشكل اللي أنا شايفه ده هيتحلل من خلال ست طرق. كل الناس بقى تركز معايا
كده بالنسبة للشكل دوت في مشكلة في الرسم؟ كده مفيش مشكلة في الرسم. طيب هرجع بقى تاني للباوربوينت. يبقى انا كده عرفت عندي بيانات اكس واي متغيرين، خدتهم كوبي حطيتهم في الميني تاب، اخترت البرنامج بتاع السكاد، الفايل بتاع السكاتر، رسم لي الرسمه اللي فيها خط دي. طب مش هيترسم على الاكسل ليه؟ لو اخترت السكاتر في الاكسل مش هيجيب لك الخط ده، هيجيب لك مجموعه من النقط، وانا مش عايز كده، مش هتبين لي، مش هعرف احلل من خلال الخط ده في تحليل. اهو التحليل ده هيبان هنا بقى في الشكل اللي انا عامله ده. كل الناس بقى تبتدي تركز معايا في تحليل السكاتر دياجرام. السكاتر دياجرام عندي العلاقه الاساسيه بتاعته ايه؟ العلاقه بتاعت الارتباط. علاقه الارتباط اللي انا بسميها الكوليريشن. علاقة ارتباط لإما قوية وهنشرح ازاي، ضعيفة، متوسطة، مفيش ارتباط أصلا. تاني الكوليريشن بحدده ازاي في السكاتر دياجرام؟ عندي أنواع سترونج، ويك، مودريت، نو كوليريشن. نو كوليريشن ده باستثناء البوزيتيف والنيجاتيف. خلاص وهفهمكم الكلام ده ازاي. لما يكون الخط اللي انا رسمته النقط جنب الخط ملامسه ليه زي الحاله الاولى، كل الناس والنبي تركز معايا في اللي انا هقوله ده عشان ده هيتنسي في تمرين. انا بعت الصبح النهارده تمرين في السكاتر دياجرام على حاجه زي دي، حطيته على الجروبين جي 1 وجي 2، وكل الناس مطلوب منها تحل الكلام ده وتحلل لي التحليل ده. انا عايز التحليل ده من خلال الرسمه اللي انا رسمتها لكم النهارده في التمرين اللي انا بعتها على الواتس. لما تكون مجموعه النقط اللي هي بتاعت اكس وواي اللي انا لسه حاططها في الميني تاب قريبه من الخط، يبقى العلاقه هنا ايه؟ الكوليريشن ايه؟ سترونج بوزيتيف كوليريشن. سترونج بوزيتيف كوليريشن. كل الناس معايا؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم على الشات، اللي فاهم يقول لي كمل يا هندسه عشان ما اخشش في نقطه وارجع حد يسالني في اللي فات. ف الارتباط قوي ما بين المتغيرين، تمام ماشي مش فارق، تمام تمام تمام. كل ده بيظهر على الميني تاب. تمام طيب كله تمام. يبقى في حد كاتب بيقول ان التمرين من غير خط، بس هو الخط يعني ايه؟ ادي التمرين اهو اللي انا ايه؟ حطيته النهارده الصبح على الجروب. خلي بالك هيبان برضو قصدي. هيبان قصدي، حتى لو مفيش خط هتبان العلاقة القوية والعلاقة الضعيفة والعلاقة المتوسطة والعلاقة البوزيتيف والعلاقة النيجاتيف. هقول لك ازاي. تقلقش تقلقش. هتعرف تعملها. يعتبر الخط هنا مثلا في النص. نشرح بس الاول، حتى لو ما فيش الخط، هو الخط بيسهل شويه. حتى لو ما فيش الخط ماشي، انت ممكن تاخد المثال اللي انا شرحه ده ماشي وتعتبر الخط ده مش موجود. هتلاقي النقط قريبه من بعضيها، هتلاقي النقط قريبه من بعضيها، هيبقى ده سترونج. اهو هنا السترونج بوزيتيف كوليريشن
النقط قريبة ايه من بعضيها، يبقى دي علاقة ارتباط قوية. طب لو النقط بعيدة عن بعضيها يبقى weak positive correlation، العلاقة بتاعت الارتباط ضعيفة ضعيفة. طب ده بالنسبة للخط اللي طالع من زيرو. طب لو الخط جاي من فوق بالنيجاتيف، يعني في سالب، في ارقام جايه بالسالب بس قريبه من بعضيها، هتبقى سترونج نيجاتيف كوريليشن. تمام. ايوه هقول حاضر، ما تستعجلش يا استاذ محمود، حاضر هفهمك الدنيا، هفهمك عامله ازاي. خلاص يبقى احنا كده فهمنا السترونج بوزيتيف كوريليشن بيبقى النقط جنب الخط او النقط جنب بعضيها، تبقى دي علاقه موجبه قويه، علاقه موجبه قويه، علاقه ارتباط. اللي عايز يكتب وراي السترونج بوزيتيف كولوريشن، علاقه ارتباط موجبه قويه. طيب العلاقه الثانيه، لما تكون النقط بعيده عن بعضيها وبعيده عن الخط، يبقى weak positive correlation علاقة ارتباط موجبة ضعيفة، علاقة ارتباط موجبة ضعيفة. طيب لما يكون الخط عكس الخط ده جاي من فوق في السالب، هيبقى strong negative correlation، علاقة ارتباط قوية سالبة، لأن النقط جنب بعضيها بس بدل ما الأرقام الموجب جاية بالسالب فجايبها لك من فوق لتحت، فهتبقى برضو علاقة قوية بالسالب، علاقة ارتباط قوية سالبة. طيب لما تكون النقط بعيدة عن بعضيها في الاتجاه برضو الخط اللي جاي من فوق او جاي من فوق، النقط جاية من فوق لتحت زي في التمرين اللي انا جد، هتبقى weak negative correlation، علاقة ارتباط ضعيفة سالبة. طيب لما تكون النقط قريبة شوية من الخط، قريبة شوية من الخط، ولا هي بعيدة ولا هي تعتبر لازقة في بعضيها أو لازقة من الخط، بنسميها معتدلة أو متوسطة، moderate negative correlation، moderate negative correlation، علاقة ارتباط متوسطة سالبة. طب لما تكون بقى زي الشكل دوت، النقط بقى مبعثره في كل حته كده ومفيش منها، مفيش خط ما بينهم ومفيش اي حاجه ما بينهم، هتبقى ايه؟ نو كولريشن، مفيش ارتباط اصلا، هنا مفيش ارتباط ما بين ايه؟ اخر حاجه. اللي مش فاهم يكتب لي مش فاهم وانا اعيد تاني. تهيألي سهل. تهيألي سهل. حضرة كده قربت تخلص. تهيألي كده سهلة. إيه الفرق بين النيجاتيف والبوزيتيف؟ الأرقام. شفت أنا الإكس والواي يا أستاذ علي؟ الإكس والواي اللي أنا واخده هنا في المثال اللي أنا خدته كلها موجبة، في أرقام بتبقى سالبة، فلما بتيجي ترسم السكاتر دايجرام هيجيب لك الخط من فوق لتحت. عرفت؟ الأرقام. صح، مبادئ الاحسن. تمام تمام الكوليريشن. في علاقه ارتباط معتدله في الموجب، هتلاقيها مهندس محمد، انجينيرنج محمد، موجوده. يعني انا مدي مثال بس، ده كده مثال. لو الارقام في الموجب قريبه أو متوسطة يبقى معتدلة، مديريت. بتستخدمه في بيانين، ما أنا قلت تعريف، هو أداة لتحليل العلاقة. أنت عايز تعرف إن العلاقة بتاعت المتغيرين دول قوية ولا لأ؟ مش إحنا قلنا التعريف بتاع السكاتر دايجرام هو أداة لتحليل العلاقة بين متغيرين؟ طيب أنت عايز تعرف إن الأرقام دي علاقتها ايه؟ قوية ولا الارتباط بتاعها قوي ولا لا؟
تمام. من خلال بقى التمرين اللي انا مديه ده، متهيألي الناس هتعرف. يعني ده هنا حتى لو مفيش خط اهو، رقم واحد ده بوستب شكلها علاقة. مش عايز احل بقى مش عايز اقول حل التمرين، مش عايز اقول حل التمرين. يعني واحد اهي شرح نفسها اهي، اتنين شرح نفسها، ثلاثة دي بايظه خالص، رقم ثلاثة دي مفيش ارتباط اصلي، اربعة اهو نيجاتيف اهو وباين اوي، خمسه باين قوي. اللي كان بيسال يا هندسه مفيش خط، عرفت بقى ان احنا ممكن نحلل من غير خط. تمام، انا متهيألي انا قلت الحل بتاع التمرين يعني، ولو كل الناس ركزت هتحله دلوقتي وتبعته دلوقتي على الجروب، مش محتاج ده حله في 3 4 دقائق. ايه علاقه ارتباط قويه موجبه، علاقه ارتباط قويه سالبه، علاقه ارتباط متوسطه، مفيش ارتباط اصلا، يعني ايه؟ بتقل. في اي حد عنده سؤال النهارده؟ في اي حد فيكم عنده سؤال؟ انا كده خلصت الانالايز، كده الانالايز خلص. اكبر شابتر عندنا في الدماغ، كده الانالايز خلص. ان شاء الله من الاسبوع الجاي هنبتدي في الامبرو، هنبتدي ان شاء الله في الاسبوع الجاي حاجه جديده في الدماغ، الامبرو الخطوه الرابعه امبرو. اي حد عنده سؤال في الاربع اساليب اللي احنا خدناهم النهارده، الفايف وول، السكاتر دايجرام، التايم سيريس، الهيستوجرام، انا شرحت النهارده اربع اساليب، شرحت النهارده اربع اساليب. انت بتعرف العلاقه بس استاذ شريف اسف، بتعرف هو انت تحليل السكاتر دياجرام الهدف منه تحليل العلاقه بين متغيرين، بتعرف اذا كانت الارقام دي او القياسات دي اللي انت جبتها بعيده عن بعضها علاقه ارتباط قويه ولا لا. ده هدف، ده هدف. الله يخليك استاذ علي، الله يخليك يا استاذ علي، شكرا يا حبيبي، الله يخليك، تشكر لذوقك، تشكر لذوقك يا استاذ علي، شكرا لذوقك. تمام يا استاذ شريف، انت بتعرف من السكاتر دايجرام، السكاتر دايجرام اسلوب، بتعرف منه اذا كان التحليل بتاعك اللي انت حللته ده علاقته قويه ولا متوسطه ولا مفيش ارتباط ما بينه ولا لا. هو ده السكاتر دايجرام، هو ده السكاتر دايجرام. طب اول لما يبقى متواجد جنب اللاب هيبعت لكم ان شاء الله، اي حد حضر ان شاء الله ما لاش يعني النقطه، وان شاء الله باذن الله كده يعني متهيألي مفيش اسئله، كل الناس ان شاء الله. استاذ محمد فاضل لنا الامبروف، الامبروف ان شاء الله ناخده على محاضرتين، والكنترول شارت محاضرتين، ومراجعه الفاينل بروجكت محاضره، يعني ان شاء الله باذن الله كده فاضل لنا كمان 5 محاضرات. وارجو اللي انتم تكونوا استفدتوا معايا وفهمتوا السيك سيجما المنهجيه والهدف من القرص اللي هو تطبيقه في شغلك، وتبقى فاهم وتشتغل تطبق الاساليب وتطبق التمارين وتطبق الاحصائيات وتطبق الرسم البياني في شغلك، ولو طبقته في شغلك هتستفاد، هتستفاد كتير قوي، ومخك هيبتدي يتطور وهتبقى فاهم وهتفيد المكان ان شاء الله. طيب اي حد عنده سؤال تاني؟ متهيألي مفيش اي اسئله. اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه على خير
في الامبروف، وهنعرف الامبروف وازاي بنعمل الامبروف، وربنا يسهل الحال. السلام عليكم.